السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، مرحبا بكم في حلقة جديدة. معكم مستر صبري ياسين، وهذه قناة سبيشال يوسيو، قناة الشباب المتميز. والحلقة دي إن شاء الله نحل مع بعض تمارين الدرس الثالث والرابع من كتاب جيم لعام 2024. يا ريت على ما يخلص الانترو تضغط لك الفيديو وتشاهره مع زمالك على أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي زي الواتس والتليجرام. ولو دي أول مرة تشوف القناة يشرفني اشتراكك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان توصلك إشعارات بالحلقات الجاية إن شاء الله. استنوني بعد الانترو. ورجعت لكم مرة ثانية ويلا بينا نبدأ. بسم الله. أول سؤال عندي بيقول The not animal which I have seen in Egypt is a camel. الإجابة هتكون The biggest، وطبعا دي صفة تفضيل، والجملة معناها أن أكبر حيوان أنا شفته في مصر هو الجمل. هنا ما بيعملش مقارنة عشان أخد bigger، ما بيقارنش بين الجمل وبين حيوان تاني، وأصلا big صفة قصيرة المقطع ما ينفعش أستخدم معها more ولا most. Number 2 I am not keen on football. For me it is not important thing. الإجابة هتكون the least، لأنه بيقول في بداية الجملة أنا مش مهتم بكرة القدم، يبقى الإجابتين دول مش هينفع، هي بالنسبة لي أقل شيء مهم في حياتي. وبما أن أنا عايز صفة تفضيل، أنا الليتل هنا ما تنفعش، أنا عايز the least لأنها صفة غير منتظمة، صفة التفضيل منها the least. Number 3 مستر ناصر is the not director that can solve your problems. الإجابة هتكون most intelligent، صفة تفضيل، وطبعا intelligent صفة طويلة المقطع مش هينفع استخدم معاها طبعا much، ما فيش حاجة اسمها much intelligent، ولا استخدم الصفة العادية حتى، لان هنا انا محتاج اقول ان مستر ناصر هو اكتر مدير ذكي. الدايركتور بتمشي معناها مخرج او بتمشي معناها مدير، بس هي هنا معناها مدير، اكتر مدير ذكي يمكن ان يحل لك مشاكلك. مور انتليجنت طبعا ما تنفعش، لان انا هنا مش بعمل مقارنه ما بين مستر ناصر وما بين حد تاني. نمبر 4 فيديو كاسيت ار نوت نوت دي في ديز. الاجابه هتكون از مودرن از، وكانت تنفع لو كانت از ده هي سو، كانت تنفع سو مودرن از، بس هو هنا جايب لي سو مودرن سو، ما تنفعش دي، ولا از لايك برضه ما تنفعش، ولا مودرنر زان، لان الصفه مودرن صفه طويله المقطع، ما ينفعش اقول مودرنر، كانت تنفع مور مودرن زان. نمبر 5 سم بيبل ثينك ذات ذا مور ماني يو هاف ذا نوت يو بيكام. الاجابه طبعا هنا محتاج صفه اللي هي قاعده كلما محتاج صفه مقارنه. ذا مور ماني يو هاف، كلما كان معك مال اكثر كلما اصبحت اسعد اكثر. نمبر 6 I am definitely not than my mom. وجود than بيخليني محتاج lazier. ما تنفعش more lazy، لا ما تنفعش، لأن lazy صفة قصيرة المقطع. Number 7 I bought not 7 year I could afford. الإجابة هتكون the most 7 year. The most expensive يعني أغلى هدية تذكارية ممكن أتحمل تكاليفها ماديا يعني. طبعا expensive صفة طولت المقطع، يبقى أنا محتاج معاها the most. ما ينفعش اخد مقارنة، لا ما ينفعش، ولا ينفع اخد the less expensive اللي هي برضو مقارنة وحطت معاها ذا، فهي التركيبة على بعضها غلط. Number 8 the weather was not the mountaineers had expected. الاجابة هتكون worse than، يعني الطقس كان اسوأ مما اعتقده المتسلقين، متسلقي الجبل يعني، كان اسوأ مما كانوا يعتقدون، يعني هما كانوا معتقدين الطقس هيكون سيء، بس الطقس طلع أسوأ مما كانوا يعتقدوا. يبقى هو هنا بيعمل مقارنة بين ما كانوا يعتقدونه مسبقا وما بين الواقع بقى اللي هما وجدوه. Number 9 My house is not away from school than. طالما زاني باخد further وانت مغمض. Number 10 أحمد and أسامة are the same. كتير من الناس هتاخد length على اساس ان هي من الصفه لونج، وعلى اساس ان معناها طول. خد بالك ان الانسان لما بنيجي نقول ان هو طويل بنقول طول، ما بنقولش لونج. لونج دي للطول الافقي، لكن الانسان طول راسي، فهنا هستخدم هايت. الاجابه هتكون هايت، ذا سيم هايت. ليه؟ عشان هنا طول لما باجي احولها لنون في المسائل اللي زي دي بتبقى هايت، لكن لونج بحولها للينث.
هاجي بعد كده للتشيك بوينت نمبر 5 اللي عندي فيه تمارين اضافيه على زمن الماضي التام. واول سؤال بيقول choose the correct answer number 1 after the house not it was furnished. زي ما انتم شايفين السياق بتاعنا ماضي وعندنا الرابط موجود، هنستبعد المضارع ده والمضارع ده، وطبعا the house المنزل مش هيدهن نفسه بنفسه، الاجابه دي غلط. الاجابه هتكون had been painted لان ده مبني مجهول، وجمله معناها بعد ما المنزل اندهن تم فرش الاساس فيه. نمبر 2 after not in the company، لو لاحظت الجمله مفيش هنا فاعل، لا يوجد فاعل، يبقى هنختار الفيرب ing. نمبر 3 no sooner، طالما جت في اول الجمله يبقى هيجي بعدها ترتيب حاله سؤال في زمن الماضي التام او زمن الماضي البسيط، واللي موجود هنا حال السؤال ماضي تام، مش هينفع حال السؤال ماضي مستمر، غلط. نمبر 4 اون نقط لحد نهايه الجمله، اون اذا جت في اول الجمله بيجي بعدها فيرب اي ان جي، يبقى الاجابه هتكون سيينج. نمبر 5 هافينج لحد نهايه الجمله، هافينج بيجي بعدها تصريف ثالث، طالما بيجي بعدها تصريف ثالث يبقى هتستبعد بريبير، وطبعا هافينج هاد بريبيرد مش هتنفع. يا هافينج بريبيرد مبني للمعلوم، يا هافينج بين بريبيرد مبني للمجهول. طب هنختار انهي واحده فيهم؟ بص الفاعل الجمله الثانيه هي، هتقول هو جهز الارض للزراعه ولا هو جهز الارض للزراعه؟ هنختار prepared، بعد ما جهز الارض للزراعه بذر البذور. نمبر 6 we had managed to put out the fire before the firefighters not. الاجابه هتكون arrival. arrival noun. the firefighters arrival معناها وصول رجال الاطفاء. طب ده noun ولا جمله؟ ده noun مش جمله. الجمله بتحتوي على فاعل وفعل. هل هنا في فعل؟ مفيش فعل. طب ينفع the firefighters arrived؟ لا ما تنفعش، لان انت عندك هنا اس ملكيه، واس الملكيه بيكون قبلها اسم وبعدها اسم، فما ينفعش احط فعل بعد اس ملكيه. وكمان الفيرب ان جي ما تنفعش هنا، انا عاوز ناون. الفيرب ان جي ما بيجيش بعد اس الملكيه الا اذا كان دلالته اسم اصلا، والفعل ده كمان مش هينفع. نمبر 7 شي نوت داون وين ذا فون رانج. الرابط موجود عندك، والفعل اللي جاي هنا ماضي، ماضي فعل اسمه رينج، يبقى السياق ماضي، يبقى نستبعد المضارع ده والمضارع ده. هنختار ماضي تام مستمر ولا ماضي تام بسيط؟ هختار الماضي التام البسيط لان الجمله ليس فيها تعبير بيدل على الاستمراريه. نمبر 8 having not the car was ready for the journey، لسه قايلين having بيجي بعدها تصريف ثالث، يبقى هنستبعد المصدر ده. طيب هنختار having repaired ولا having been repaired؟ طبعا ده مش هتنفع. طيب ده مبني للمعلوم وده مبني للمجهول. بص الفاعل الجمله الثانيه ذكر، هتقول العربيه صلحت ولا صلحت؟ اكيد بعد ما العربيه صلحت، لان العربيه مش هتصلح نفسها. نمبر 9 I was exhausted because I not all day. ادي because كانها رابط، يعني قبلها السياق ماضي، يبقى انا محتاج هنا ماضي، يبقى هنستبعد الاثنين مضارع دول. تختار ماضي مستمر ولا ماضي تام مستمر؟ التعبير ده بيدل على الاستمراريه. طب نبص لمعنى الجمله، هتقول انا كنت تعبان جدا جدا لاني كنت بدهن was painting، ولا هنا كنت بدهن؟ انسب واحد الماضي التام المستمر. ليه؟ لان ده حاجه حصلت في الماضي ولها اثر كمان مش في الماضي، اللي هو انا تعبان جدا، دي جمله اثر في الماضي، يبقى حاجه حصلت في الماضي ولها اثر كمان في الماضي. طب واحد يقول طب ما الماضي المستمر ممكن ينفع؟ لا ما ينفعش. لو خدت ماضي مستمر مع ماضي بسيط يبقى ده الحدث اللي هو كان في الماضي البسيط قطع الحدث اللي كان في الماضي المستمر، وده مش هيبقى مناسب لمعنى الجمله. نمبر 10 باي ذا تايم وي جت تو سكول، لحد نهايه الجمله، ادي الرابط، ادي الماضي البسيط، يبقى السياق ماضي، يبقى هنستبعد المستقبل ده والمضارع ده. هختار ماضي تام ولا ماضي مستمر؟ الفيرب تو بي اصلا لا يوضع في الازمنه المستمره بالشكل ده لانه من الستيت اوف فيربس، هختار الماضي التام. انتقل بعد كده لصفحة 98 تمارين البراكتس. We not 500 miles and we needed some rest. نبص على الجملة بتاعتنا هنلاقي السياق فيها ماضي needed، هنستبعد المضارع ده. ألاحظ إن أنا عندي هنا 500 miles 500 ميل،
طالما جاي عندي تعبير دال على الكمية أو المسافة أو العدد، عدد مرات تكرار الحدث، يبقى هتستبعد الماضي المستمر والماضي التام المستمر، هتاخد ماضي تام بسيط. لكن لو كان عندك تعبير دال على المدة الزمنية كنا ناخد ماضي تام مستمر، بس أنا عندي هنا مش تعبير دال على المسافة، يبقى اختار ماضي تام بسيط. نمبر 2 هاردلي نقط لحد نهاية. هاردلي إذا جت في الأول بيجي بعدها ترتيب حالة سؤال. ترتيب حالة سؤال فين؟ في الماضي، لأن أنت لو تلاحظ السياق بتاع الجملة التانية ماضي، يبقى المستقبل ده مش نافع والمضارع ده مش نافع، وده مش ترتيب حالة سؤال، أنا عاوز ترتيب حالة سؤال. نمبر 3 having بيجي بعدها تصريف تالت، السياق ماضي زي ما أنت شايف. طيب التصريف التالت فين؟ ده تنفع ودي كمان تنفع، طبعا دي مش هتنفع ودي مش هتنفع. طيب دي تنفع امتى؟ اذا كان مبني للمعلوم. ودي تنفع امتى؟ اذا كان مبني للمجهول. طب انا هعرف الجمله مبنيه للمعلوم ولا مبنيه للمجهول ازاي؟ من فعل الجمله الثانيه وي، يعني نحن. هقول بقى نحن اجتزنا كل الامتحانات ولا طبعا اللي هو المبني المجهول من الفعل يجتاز اللي هو ينجح، نحن نجحنا في كل الامتحانات، المبني للمعلوم انسب، يبقى دي غلط. نمبر 4 my friends and I not a great time last weekend. last بتدل على الماضي، ماضي البسيط، يبقى انا هختار ايه؟ had. طب هنا معناها ايه؟ معناها قضينا، بتساوي الفعل spend، نحن قضينا وقتا جميلا في عطلة نهاية الاسبوع الماضية. this book is not the one I had a read last week. الاجابة هتكون less interesting than. ليه؟ لانه بيعمل مقارنة ما بين هذا الكتاب وما بين الواحد، الكتاب يعني زوان هنا بتعود على الكتاب، وما بين الكتاب اللي انا قرأته الاسبوع الماضي، بعمل مقارنة ما بين الكتاب اللي في ايدي دلوقتي وما بين كتاب قرأته الاسبوع اللي فات، فانا بعمل مقارنة. طبعا دي مش مقارنة ولا دي مقارنة، وديا بستخدمها لما تكون الجملة نفي اللي هي so interesting as، فطبعا هنا الجملة اثبات مش نفي، فدي مش هتنفع. نمبر 6 اون نقط لحد نهاية الجملة، اون بيجي بعدها فيرب اي ان جي. نمبر 7 سارة went into the kitchen and found lots of fresh bread on the table her mother نقط. السياق بتاعنا زي ما انتم شايفين ماضي، يبقى هنستبعد المضارع ده. طيب فاضل هنا بقولي her mother baked ولا was baking ولا had been baking. نركز بقى في الجملة، بيقول سارة دخلت المطبخ وجدت كثيرا من الخبز الطازج على المنضدة، يبقى أمها إيه؟ أمها had been baking، ده حاجة حصلت في الماضي ولها أثر. إيه الأثر؟ إن سارة لما دخلت المطبخ لقيت إيه؟ fresh bread، عيش لسه طازة، يبقى أمها كانت بتخبز قبل ما سارة تخش المطبخ. طبعا ما ينفعش اختار الماضي المستمر، لان لو انا اخدت الماضي المستمر معناها ان دخول سارة كان قاطع لمسألة الخبيز، فمش هتنفع. وطبعا بيك ده هو الماضي البسيط مش هينفع. نمبر 8 by the time he was 12 my mother knew 3 languages. عندك هنا تعبير دال على العدد، عدد 3 لغات. طبعا هنا انا محتاج زمن ماضي تام بسيط، ما ينفعش ماضي تام مستمر، لان انا عندي ما عنديش تعبير بيدل على الاستمراريه. نمبر 9 ماي ماذر از 2 ييرز نوت زان ماي فازر. يبقى دي مش نافعه ودي مش نافعه. تنفع سمولر وتنفع ينجر. سمولر دي يعني اصغر في الحجم، يعني ينجر دي اصغر في السن. طبعا 2 years معناها عامان او سنتان، يبقى انا عاوز اصغر في الحجم ولا اصغر في السن؟ عاوز اصغر في السن. نمبر 10 اسامه هاز نوت فريندز زان اي دو زان، على صفات مقارنه. كل ده غلط، مفيش غير واحده المقارنه هي فيور. نمبر 11 هو از ذا نوت اوف ذا تو بويز، ذا تو بويز الولدان، يبقى انا اعمل مقارنه ما بين اثنين، يبقى عاوز ذا تولر. ما تنفعش مور تول ما هي مقارنه برضه، لا ما تنفعش عشان طول صفة قصيرة المقطع، الاثنين دول مش هينفع. نمبر 12 the more you practice، دي قاعدة كلما كلما، يبقى انا عاوز هنا قاعدة ايه؟ صفة ايه؟ صفة مقارنة. الاجابة هتكون
the fitter. ما يقول طب انا عندي مقارنة هنا اهي، دي فتر يعني هتقول كلما تمرنت او مارست رياضة اكثر كلما اصبحت اتخن اكثر، مش منطقي، لكن المعنى كلما مارست رياضة اكثر كلما اصبحت لائق بدنيا اكثر. Number 13 he found everything rather strange as he not never brought before. الإجابة هنا انا محتاج لو بصيت للسياق هتلاقيها found ماضي، سياق ماضي، انا استبعد المضارع ده والمضارع ده. طيب فاضل عندي ده ماضي تام مثبت وده ماضي تام منفي. وجود بيفور يخليني اخد الماضي التام المنفي، بس لو لاحظت هتلاقي ان اصلا الجملة منفية بايه؟ بنيفر، ومش هينفع تاخد نفي مع نفي عشان نفي نفي اثبات، يبقى هختار هاد بي. نمبر 14 It was the first time she not ever applies. لو بصيت على السياق هتلاقي ماضي was، يبقى هنستبعد المضارع ده. Would win had been winning. هل انا عندي هنا حاجة بتدل على الاستمرارية عشان اخد ماضي تام مستمر؟ لا طبعا ما عنديش حاجة بتدل على الاستمرارية. طيب would win ممكن استخدمها هنا؟ لا ما تنفعش، اللي انا بستخدمه هنا يا مضارع تام يا ماضي تام. طبعا هناخد ماضي تام عشان السياق ماضي. طب افرض وز دي خليتها از، في الحالة دي هتحول للمضارع التام، اقول it is the first time she has ever won a prize. Number 15 by the time I got the stadium زي نقط for 10 minutes. شوف التعبير الدال على المدة الزمنية ده for 10 minutes يخليك اوتوماتيك تروح ناحية المضارع الماضي التام المستمر، لان السياق بتاعنا ايه؟ السياق بتاعنا ماضي، فالاجابة هتكون ماضي تام مستمر. Number 16 the manager gave the employees dot instruction on how to operate the new machines. هنا هنختار further. يعني ايه further instructions؟ يعني تعليمات او ارشادات اضافية او مزيدا من الارشادات. طب ما تنفعش further؟ لا ما تنفعش further، further دي معناها ابعد، وما تنفعش برضو both B and C، لان هنا المعنى بتاع فرذر معنى مجازي مش معنى حرفي للبعد ما بين مسافه من ما بين مكان ومكان. نمبر 17 not seeing the policeman the thief ran away. طبعا جاي بعد النقط عندي فيرب اي ان جي، يبقى هنستبعد هاردلي ونستبعد as soon as. دي ممكن يجي بعدها فيرب اي ان جي ودي ممكن يجي بعدها فيرب اي ان جي. لازم تعرف اصل الجمله عشان تعرف تحدد انه واحده في دول اللي هتنفع. فلو احنا اعتبرنا ان on فالجملة هيبقى اصلها when الفاعل the thief، when the thief saw the policeman، عندما رأى اللص الشرطة او رجل الشرطة. والجملة التانية هيبقى اصلها مثلا كده while the thief was، ماضي مستمر بيجي بعد while، was seeing the policeman. يا ترى انهي جملتين اصح؟ لما الحرامي شاف رجل الشرطه ولا بينما الحرامي كان يرى رجل الشرطه؟ وحاطط للفعل سيف زمن ماضي مستمر، اكيد الجمله دي هي اللي اصح. وهنا في الحاله دي الحدثان لم يكن بينهما فاصل زمني طويل، وطبعا احنا عارفين ان اون بتكون بديل وين، بشيل وين وبشيل ذا سيف وبحول الفعل الاساسي لفيرب اي ان جي بتبقى اون سيينج، فالإجابة هتكون on. Number 18 how many hours not when you woke him up. تلاقي الرابط موجود عندك والسياق ماضي، هنستبعد مثلا المضارع ده. وطبعا محتاجين ترتيب حل السؤال، انا ما عنديش هنا تعبير دال على المدة الزمنية فمش هختار ماضي تام مستمر، هختار طبعا ماضي تام بسيط، لانه بيسأل عن عدد الساعات اللي هو نامها قبل ما يستيقظ، يعني الحدث كان انتهى قبل الاستيقاظ، ما كانش فضل مستمر قبل الاستيقاظ. Number 19 I not only 3 pounds so I couldn't take a taxi I had to walk. طبعا هنا الإجابة هتكون had طبعا ده ماضي تام، يعني بيقول له أنا كان معايا فقط 3 جنيه لذلك ما كنتش أقدر أخد تاكسي عشان كده اضطريت أمشي. هنا الفعل have ما بتحطش في الأزمنة المستمرة لما يكون معناه يملك، طبعا ما ينفعش تحط في زمن مستمر لما يكون معناه يملك، وطبعا ده مضارع واحنا عندنا السياق ماضي زي ما انتم شايفين.
نمبر 20 يو وير سو ويت وات نوت. لو بصينا على السياق هنلاقي ماضي من خلال كلمه وير، يبقى هنستبعد المضارع ده والمضارع ده. طبعا لو بصيت على وود يو هاف بين دوينج ده ملناش علاقه بيه خالص خالص، الاجابه هتكون ماضي تام مستمر، ودي حاجه حصلت في الماضي وكان لها اثر موجود كمان في الماضي ان هو كان مبتل جدا. نمبر 21 ماي براذر لايكس ذا نوت فاشن ان يوروبيان كانتريز، الاجابه هتكون ذا ليتست، ودي الصفه معناها احدث، والجمله معناها اخي بيحب احدث موضه في الدول الاوروبيه. طبعا لاتر معناها الثاني او الاخير، وليت دي صفه معناها متاخر، ولاست دي صفه معناها نون معناها الاخير. نمبر 22 after I knocked out of the exam I realized that I had answered the question wrong. لو بصيت على الاختيارات بتاعتك ادي اي يبقى الفاعل موجود، يبقى الفيرب ان جي مش نافع. عندي had got out، يعني got out، got out معناها خرج. طب لو انا خدت had got out يبقى تقول بعد ما خرجت من الامتحان. طب دي had been got بعد ما اخرجت من الامتحان. هتلاحظ ان انت عندك اصلا ماضي تام وما ينفعش تاخد ماضي تام وماضي تام زيه، يبقى الاجابه هتكون الماضي البسيط. بعد ما خرجت من الامتحان ادركت ان انا كنت حليت اجابات غلط او سؤال واحد غلط، يبقى دي الحاجه اللي حصلت، حليت سؤال واحد غلط وبعدين خرجت من الامتحان اللي هو نمبر 2، وبعدين ادركت بقى اخر حاجه. احنا عاوزين نحط الحاجه اللي حصلت الاول في الماضي التام اللي هو ده، فما ينفعش تاخد ماضي التام هنا مرتين. نمبر 23 it wasn't until last March that I knew about the death of my uncle in Australia. الاجابه هتكون was informed. الوحيده فيه في كل الاجابات دي اللي مبني للمجهول، بمعنى ابلغت او اخبرت. الجمله معناها لم يكن حتى شهر مارس الماضي اني ابلغت بموت خالي في استراليا. طبعا مش هقول اني اخبرته باي باي زمن من الازمنه دول، انا محتاج مبني للمجهول. نمبر 24 at first I was very sad but after a while I knew to be happy. بيقول لي في البدايه كنت حزين جدا لكن بعد فتره، وايل هنا ناون معناها فتره، لكن بعد فتره قصيره نقط تو بي هابي، الاجابه هتكون I began، يعني بدات اكون سعيد. بما ان السياق بتاعنا ماضي مش هنستبعد مش هينفع ناخد قصدي هاف بيجان، ولو انا خدت هاف بيجان يبقى دي حاجه حصلت الاول وده هيكون غير منطقي في معنى الجمله. وبدات فعل لا يوضع في الازمنه المستمره، مش بالشكل، مش هينفع احطه لان البدايه ما بتاخدش وقت طويل عشان تحصل. نمبر 25 the student decided not to make that mistake again after not by the teacher. افتر طالما مفيش فاعل يبقى انا عايز فيرب اي ان جي، يبقى انا استبعد دي وانا استبعد دي. طب هقول بعدما، شوف كلمه باي بواسطه المدرس دي بتوحي بايه؟ بتوحي ان الجمله مبني المجهول، يبقى اختار being punished. نمبر 26 as soon as the girl not be told the police. as soon as هنقول بعد ما البنت اختفت، يبقى انا عاوز اصلا الفعل ده ما بتحطش في المبني المجهول، يبقى المبني المجهول ده مش نافع والمبني المجهول ده مش نافع، لان الفعل ده disappear لا يوضع في المبني المجهول، السياق ماضي ويبقى المضارع ده مش هينفع، يبقى اختار disappeared. بعد ما البنت اختفت او بمجرد ما اختفت ابلغنا الشرطه. نمبر 27 the pharaohs believed in life after not. الاجابه هتكون كلمه death. death معناها الموت. الجمله معناها ان الفراعنه اعتقدوا في الحياه بعد الموت او كانوا يؤمنون بالحياه بعد الموت. ما تنفعش زي داي لان داي مضارع والسياق ماضي زي ما انتم شايفين believed. هاد دايت ما تنفعش لان مفيش فاعل هنا. طب هنا في فاعل اهو، ازاي هاد دايت ما تنفعش؟ ليه ما تنفعش؟ عشان لو انا خدتها يبقى هم ماتوا الاول وبعدين اعتقدوا في الحياه بعد الموت، هيعتقدوا بعد ما ماتوا مش هتنفع. نمبر 28 she refused to lend me her camera until I know to take care of it. until بيجي بعدها ماضي تام. هختار had promised. ما ينفعش ماضي تام مستمر؟ لا مفيش تعبير بيدل على الاستمراريه هنا عشان اختار ماضي تام مستمر. نمبر 29 which of the following structure correct. الجمله الصحيحه، الجمله الصحيحه هي I didn't hand in my answer sheet until I had gone. ادي until جاي قبلها ماضي بسيط منفي وبعدها ماضي تام. لو بصيت في الاخطاء اللي موجوده في الجمل الثانيه جايب لك هنا مضارع مع ماضي تام، وهنا مستقبل مع مع ماضي بسيط، وهنا ماضي بسيط منفي وهنا مضارع، يعني كل جمله فيها ايه
خطأ من شكل. نمبر 30 unfortunately he missed the train. بيقول لي لسوء الحظ فاته القطار. يبقى ايه؟ يبقى لما هو وصل القطار كان قد غادر، يبقى القطار غادر الاول وبعدين هو وصل. نمبر 31 he was overjoyed، هو كان سعيد جدا لانه had passed his final exam، اجتاز اخر امتحان له. طبعا هو اجتاز الاول وبعدين بقى سعيد بعد كده، حاجة حصلت ولها اثر. واحد يقول لي ما نختارش had been passing، اجتياز الامتحان مش حدث بيستمر، ده حدث لحظي. نمبر 32 before the manager arrived the lazy employee not for hours، ادي الرابط موجود عندي وادي السياق ماضي بسيط، يبقى نستبعد المضارع ده والمضارع ده. الاقي عندي تعبير دار عن المده الزمنيه اللي هي for hours، يبقى اختار hadn't been doing. نمبر 33 which of the following is structurally correct، الجمله السليمه letter B Oliver Twist is the most interesting novel I have ever read. الاخطاء حاطط لي هنا as soon as مع بتربط ما بين مستقبل وما بين ماضي، وهنا what are you doing when your father returned برضه هنا ماضي مع مضارع، وهنا don't wait for me this evening I will have prepared for my sister wedding، بقول له ما تستننيش هذا المساء I will have prepared، هكون تجهزت. لا مش هتنفع، لو انا عاوز اخليها صح I will be preparing، don't wait for me ما تستننيش I will be preparing مش I will have prepared. بعد كده عندي تمارين في صفحة 101، أول سؤال فيها بيقول COVID-19 resulted in one of the worst night crises in many parts of the world. الإجابة هتكون economic، صفة معناها اقتصادي، والجملة معناها إن COVID-19 اللي هو الكورونا يعني تسبب في أو نتج عنه واحدة من أسوأ الأزمات أو الكوارث الاقتصادية في أجزاء كثيرة في العالم. social اجتماعي cultural ثقافي electric كهربي. number 2 كايرو بوك نوت is one of the most important cultural events in the Arab world، الإجابة هتكون كلمة fair. طبعا كايرو بوك fair على بعضها معرض القاهرة للكتاب. بيقول هو واحد من أكثر الأحداث الثقافية أهمية في العالم العربي. conference يعني مؤتمر، gallery ده معرض فنون، وfeast ده معناه مأدبة أو وليمة أو عيد. number 3 thousands of environmental not asked to take part in the UN climate summit conference to try to make the government take action. الإجابة هتكون كلمة activists، جمع كلمة activist اللي معناها ناشط، والجملة معناها ان آلاف من الناشطين المهتمين بشؤون البيئة environmental صفة معناها بيئي طالبوا ان يشاركوا في مؤتمر قمة المناخ بتاع الأمم المتحدة لكي يحاولوا ان يجعلوا الحكومة تتخذ اجراء. ministers يعني وزراء، directors معناها مخرجين لما بيخرجوا افلام ومسلسلات، او مديرين تنفع الاثنين. representatives معناها مندوبين او ممثلين. number 4 my mother gets not with my sister if she leaves the kitchen in a mess، اللي جابها تكون كلمة cross، و gets cross معناها يغضب، والجملة معناها امي بتغضب على اختي لما بتترك المطبخ في فوضى. content معناها محتوى، delighted صفة معناها مسرور، relaxed معناها مستريح او مسترخن. number 5 the lot of scientific experiments were published in the monthly journal، اللي جابها كلمة results واللي معناها نتائج، والجملة معناها نتائج التجارب العلمية نشرت على الجريدة الشهرية. reasons أسباب ومبررات، opinions آراء، sights جمع كلمة sight اللي معناها البصر وممكن تيجي بمعنى رؤية. number 6 our grandfather always used to tell us about his not at sea when he worked on a fishing boat، اللي جابها تكون كلمة adventures يعني مغامرات، والجملة معناها ان جدنا اعتاد دائما ان يخبرنا
عن مغامراته في البحر عندما عمل على قارب صيد. training تدريب, marches معناها المشي العسكرية أو يمشي مشي عسكرية, experiments اللي هو التجربة المعملية. number 7, Layla is one of a small lot of women working in the engineering department in the company. There are only 3. minority الإجابة معناها أقلية. الجملة معناها إن ليلى واحدة من أقلية صغيرة جدا من النساء بتعمل في قسم الهندسة في الشركة. هم كلهم 3 بس, 3 فقط, يعني أقلية عكسها طبعا majority أغلبية. maturity معناها النضج أو النضوج وتمام النمو. priority معناها الأسبقية أو الأولوية. number 8, the differences between these two models aren't what they look the same. الإجابة تكون كلمة obvious, صفة معناها واضح أو جلي, والجملة معناها أن الاختلافات بين هذين موديل اللي هو الموديل يعني بين هذين النموذجين ليسوا واضحين. الاختلافات مش واضحة جدا بين الاثنين مودلز دول. يبدوان متطابقا, يبدوان نفس الشيء. look هنا معناها يبدو, الاثنين يبدو نفس الشيء. vague معناها مبهم. unclear معناها غير واضح. minor معناها تافه أو ضئيل. number 9, students who are not need extra support and special facilities at school. الإجابة disabled, صفة معناها معاق, والجملة معناها الطلاب الذين هم معاقين يحتاجون إلى دعم إضافي ومرافق خاصة في المدارس. normal يعني عادي, ordinary عادي, super يعني ممتاز. number 10, technology will play a not role in classroom teaching in the next few years in Egypt. الإجابة هتكون كلمة significant, صفة معناها بارز أو ملحوظ أو مشهور, والجملة معناها التكنولوجيا سوف تلعب دورا بارزا في تعليم الفصول في السنوات القليلة القادمة في مصر. minor تافه أو ضئيل. trivial صفة معناها تافه. complicated صفة معناها معقد. number 11, in any developed and civilized society women and women and men are not partners. الإجابة هتكون كلمة equal. equal صفة معناها متساوي, والجملة معناها في أي مجتمع متحضر متطور النساء والرجال شركاء متساوون. biased صفة معناها متحيز. unfair صفة معناها غير عادل. vain معناها مزهو أو مغرور. number 12, since my father stopped smoking he has become so loud that he gets angry at any time. الإجابة هتكون كلمة grumpy, معناها متعكر المزاج أو سيء الطبع, والجملة معناها منذ أن توقف والدي عن التدخين أصبح متعكر المزاج لدرجة أنه يصبح غاضبا في أي وقت. relaxed مستريح أو مسترخي. pleased مسرور. excited شاعر بالإثارة أو بالحماس. number 13, I have known my friend Sammy since we were not in high school. الإجابة هتكون كلمة classmates, معناها زملاء فصل, والجملة معناها أنا بعرف صديقي سامي منذ أن كنا زملاء فصل في المدرسة الثانوية. buyers معناها جمع كلمة buyer اللي معناها مشتري, وكلمة boss معناها رئيس عمل. colleague معناها زميل العمل, وطبعا ده الجمع منها. number 14, Helena Cedros' life can be an inspiration not young women to succeed in life. الإجابة هتكون 2, inspiration تحت حرف جر 2, والجملة معناها ان حياة هيلانا سيداروس يمكن ان تكون مصدر الهام ومبعث وحي الى النساء الشابات لكي ينجحن في الحياة. number 15, the behavior of the newcomer not the suspicion of his neighbors. الإجابة هتكون raised,
وهنا raised فعل معناه يثير، والجملة معناها أن السلوك وتصرفات الوافد الجديد أثار الشك بتاع جيرانه، تصرفاته أثارت الشك عند جيرانه. روز التصريف الثاني من الفعل رايز اللي معناها يرتفع أو ينهض أو يشرق لو بتتكلم عن الشمس، وطبعا بتمشي نعم كلمة روز بتمشي نعم معناها وردة. لوست تصريف الثاني من فعل اسم لوز اللي معناه يفقد أو يخسر، وفيد تصريف الثاني من فعل فيد اللي معناه يتلاشى أو يختفي. عندي بقى تمارين الجرامر. أول سؤال بيقول I apologized for coming late because I not for my glasses. الإجابة هتكون had been looking، ماضي تام مستمر. يقول له أنا أعتذر عن إن أنا جيت متأخر لأني كنت ببحث عن النظارة بتاعتي. طبعا أولا السياق بتاعنا ماضي apologized، يبقى نستبعد المضارع ده. هنا because I looked ولا because I had looked؟ طبعا لو بصيت في الجملة مش هتلاقي في كلمة ضمائرية رغم ان انا خدت ماضي تام مستمر، لكن دلالته هنا بالجملة بتاعت انا كنت بدور على النظارة بتاعتي اوحت ليا بان الراجل ده قعد فترة يدور على النظارة. فهو رغم انه ما ذكرش حرفيا تعبير ده عن المدة الزمنية، ما قالش مثلا انا قعدت ادور على النظارة بتاعتي for two hours مثلا او for half an hour لمدة نصف ساعة وده كان سبب تأخير، ولكن الجملة ذات نفسها بتوحى ان هو قعد فترة يدور على النظارة. فهنا عدم ذكر الفترة بشكل حرفي يعني ما كانش ضروري وما كانش لازم لانه اتفهم ضمنيا من الكلام. وطبعا دي حاجة حصلت في الماضي وكان لها اثر كمان موجود على في الماضي ان هو الراجل وصل متاخر. نمبر 17 after the first course Dahlia became much not in learning English than before. الاجابه هتكون more interested. انا محتاج صفه مقارنه عشان عندي هنا than. طيب ما ينفعش اخد صفه المقارنه دي؟ لا، انت تقول داليا، تقول داليا شيقه ورائعه ولا داليا مهتمه بالتعليم، بتعلم الانجليزي او بتعلم الانجليزي learning English؟ طبعا تقول مهتمة به. Number 18 We recently learned that Sanya not as a secret agent for years. السياق بتاعنا ماضي learned، هنستبعد المضارع ده والمضارع ده، وهتلاقي عندك هنا تعبير ده العمود الزمني له for years، يبقى ناخد الماضي التام المستمر. Number 19 He noticed I knocked the car. It was smooth and shiny. السياق بتاعنا ماضي، انها فعل نوتست فعل ماضي، يبقى هنستبعد المضارع ده. ولو بصينا هنا هنلاقي ان الجملة التانية دي ات هنا بتعود على السيارة، بيقول السيارة كانت ناعمة ولامعة، السيارة كانت بتلمع يعني. فهو الجملة بتقول هو لاحظ انني نقط السيارة، انني ايه؟ غسلت السيارة، السيارة دلوقتي بتلمع. يبقى هختار هاد كليند ولا هاد بين كليننج؟ واضح ان دي حاجة حصلت في الماضي ولها اثر موجود برضو في الماضي. فواحد يقول مثلا احنا ممكن ناخد الماضي التام المستمر زي الجملة اللي فاتت اللي كانت رقم 16 اللي هي برضو حاجة حصلت في الماضي وكان لها اثر، ان الرجل قاعد يدور على النظارة فترة طويلة والاثر بتاعها ان هو اتأخر، راح الشغل متأخر. لا، احنا هنا ناخد الماضي التام البسيط مش هناخد الماضي التام المستمر رغم انه قاعد فترة يغسل السيارة. ركز بقى معايا هنا في النقطة دي لان النقطة دي مهمة جدا. لو الجملة التانية دي بتاعت الاثر كانت على الشخص، يعني مثلا هي نوتست اي هاد كليند ذا كار، هي نوتست اي نقط ذا كار، وقال لي مثلا ماي كلوز ار ويت، او طبعا السياق ماضي يبقى وير ويت، ملابسي كانت مبتلة. في الحالة دي هاخد I had been cleaning. لو جملة الأثر على الشخص نفسه زي الجملة دي كانت بيكون because I على الشخص نفسه، يبقى في الحالة هناخد had been cleaning. لكن لو كانت على غير العاقل اللي هي زي السيارة بناخد الماضي التام البسيط. Number 20 When I went to my friend's flat she not for school.
الإجابة هتكون had already left. نبص للجملة بتاعتنا، بيقول لي عندما ذهبت إلى شقة صديقي وجدتها بالفعل غادرت إلى المدرسة، وجدتها بالفعل راحت المدرسة. السياق بتاعنا ماضي، بقى نستبعد المضارع ده، وما ينفعش أخد ماضي تام مستمر لأن ما فيش حاجة بتدل على الاستمرارية في الجملة. Number 21. The little children's clothes were dirty because they not in the park all day. الإجابة هتكون had been cleaning، لأنك عندك تعبير هنا دال على الاستمرارية اللي هو all day، والسياق بتاعك ماضي زي ما انت شايف، هنختار ماضي تام مستمر. Number 22. The less you spend the not you save. دي قاعدة كلما انت هنا محتاج صفة مقارنة، وصفة المقارنة الوحيدة عندك اتنين بس، انسب واحدة هتكون more، يعني انت عندك هنا واحدة less وعندك more، بس انت تشوف المعنى بقى. كلما طبعا لسه معناها اقل، ومور معناها اكثر. كلما انفقت اقل كلما وفرت اكثر، مش هتبقى كلما انفقت اقل كلما وفرت اقل. Number 23. How many times not to the north coast before you bought a chalet there. طبعا هنا محتاج ماضي تام بسيط، اللي معناها had you been to، معناها ذهب الى مكان، وعد. طبعا ده مضارع مش هينفع لان انا عندي السياق ماضي، وطبعا دي مش هتنفع ودي مش هتنفع. ذهب الى مكان وعد ليا الماضي بتاع have been to. Number 24. I not to make an appointment with the manager for 2 days before I finally succeeded. اللي جابت have been trying، والجملة طبعا ده الرابط والسياق ماضي، وانت عندك تعبير ده العمود الزمني هو for 2 days. Number 25. سلمى نقط at Care University for 4 years before she qualified. ده الرابط ودي السياق ماضي، وعندي تعبير ده العمود الزمنية، يبقى اختار ماضي تام مستمر. Number 26. The storm نقط the house that they had built. الإجابة هتكون destroyed، يعني العاصفة دمرت البيت الذي بنوه. طبعا ده ماضي تام، يبقى حاجة حصلت الأول، هما بنوا البيت الأول وبعدين عاصفة دمرت البيت بعد كده. طبعا مش هينفع تختار ماضي تام هنا، وعندك هنا ماضي تام، يبقى عندك ماضي تام في الأول وماضي تام في الآخر، مش هينفع، ولا ينفع تربط من الماضي المستمر مع الماضي التام. Number 27. We not at the same supermarket for 15 years so we were sad when it closed. الإجابة هتكون had been shopping. السياق ماضي زي ما انتم شايفين، عندك تعبير ده العمود الزمني، يبقى انا محتاج ماضي تام مستمر. Number 28. My grandfather is the not member of our family. الإجابة هتكون تنفع eldest وتنفع oldest، كلاهما صحيح. الإجابة هتكون both A and B، والجملة معناها ان جدي هو اكبر فرد في الأسرة. Number 29. Mr. Hamdi is the not teacher I have ever had. His students respected him much. طبعا the most صفة تفضيل inspiring. Mr. Hamdi ده أكتر مدرس ملهم أنا حظيت به، طلابه بيحترموه جدا، محتاج صفة تفضيل. Number 30. Huda cooked lunch after she not at the house. الإجابة هتكون had cleaned. طبعا after بيجي بعدها ماضي تام، الجملة ما فيش فيها تعبير بتدل على الاستمرارية عشان اخد ماضي تام مستمر، والسياق ماضي كوكت، هستبعد المضارع ده، وطبعا مش هينفع اخد هنا ماضي مستمر بعد افتر. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، اتمنى لكم يا جماعة التوفيق، شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.